نسرين عبيد عمري 21 سنه نقرا البروميير اني دو ان سيونس جوريديك باركوري في سوسيتي سيفيل بدا في سفاقس من اسوسياسيون يوث بديت ممبر دوبوي 2016 و اكتوالمون جو سوي لا سكرتير جينيرال دو لورغانيزاسيون يوث اورغانيزاسيون هي منظمه است عام 2013 نخدم على 5 تيماتيك بيس civic engagement, economic opportunities, gender equality و education. من أكثر البروجيات اللي أنا قريبت لي بالكتاب هما We Vote, نحن ننتخب اللي راقبنا فيهم الانتخابات. كنت مشاركة في الأوبريشن روم من وقتها وليت نستنى في النهار اللي باش ننتخب فيه. معناها بين البروجي نتاعنا زاد يوث فور ديموكراسي. في البروجي هذايا كونا لي جون في الشأن العام كيفاش ينجموا يراقبوا المجلس البلدية كيفاش ينجموا يوصلوا صوتهم للصوت المعنية. لي دو بروجي هذوما جيو ما بين بليزيوغ بروجي خدمناهم في يوث لقينا فيهم كيك ديفيكولتي المعاملات مع الهيئات اللي تابعة للدولة اللي تتمثل في حاجة صغرونة كيما ناخدو ان سباس بوبليك 100 متر باغ اكزومبل ولا دي سيرفيس كبار ودي كولابوراسيون كبار كيف زادا مع الان جي اوز ليسبري دو بارتاج وني ناقص شوية لي كولابوراسيون فريمون العدد نتاعهم قليل شوية دونك اللي نحنا نحبوا نخدموا عليه اكثر دونك هذوما لي ليان اللي نحبوا نخدموا عليهم ونقويهم اترافير لي بروجي كيما بروجي الكولاب باش نكولابوريو افيك لي جون نتاع صفاقس اترافير لي اسوسياسيون باش نحسنوا معناها لونجاجمون نتاعهم ونحثوهم اكثر على لونجاجمون سيفيك. دونك شاركت في البروجي ذا نيو اكتيفيست في الليرنينغ لاب نتاع صفاقس كنت كوفاسيليتريس. دونك في السيسيون هذه تعرفت على برشا جمعيات اللي ما كنتش نعرفهم اللي هما موجودين في صفاقس. دونك وقتها وقعدنا ان كونتاكت ومازلنا توا نحكيو. ندعو الشباب بالكل باش نخدموا بعضنا كسوا في صفاقس ولا في تونس الكل because we trust youth.